أسبوع خير على المملكة وأكثر من 100 ملم من الأمطار ومرتفع جوي سيبيري يندفع ويبسط سيطرته على المملكة خلال قادم الأيام. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. سأبدأها بملخص المنخفض الجوي وأسبوع الخير الذي تأثرت به المملكة الأسبوع الماضي. المملكة دخلت ضمن تأثيرات منخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثالثة، بدأ تقريبا يوم الاثنين وأثر على المملكة طيلة أيام هذا الأسبوع على شكل أمطار ما بين الحين والآخر. نستعد في ملخص سريع لهذا المنخفض الجوي وكيفية تأثيراته على المملكة بشكل عام، إذ هطلت كميات كبيرة من الأمطار في مناطق واسعة من المملكة، بلغت في مناطق مختلفة كميات وصلت إلى حد 100 ملم من الأمطار في غربي العاصمة عمان. هذا المنخفض كان من الدرجة الثالثة وأثر على شمال ووسط المملكة على وجه التحديد وبعض المناطق الجنوبية. مدة هذا المنخفض استمرت مع تياراته الغربية الرطبة التي اندفعت خلفه أكثر من 100 ساعة متواصلة ما بين يومي الاثنين ويوم الجمعة، وسرعة الرياح بلغت في أقصاها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في مرتفعات الرشادية، وكانت أقل درجة حرارة سجلت في الشوبك درجة مئوية واحدة تحت الصفر. أيضا أقل مستوى لتساقط الثلوج شهد الثلج على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، أقل مستوى تراكم للثلوج كان على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر، وامتدت بشكل محلي إلى أقل من ذلك لفترة وجيزة في شمال المملكة. بلغ تراكم الثلوج 1 سنتيمتر في مرتفعات الرشادية والطفيلة. أغلقت بعض الطرق الصحراوية نتيجة الغبار لفترة مؤقتة خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. أعلنت وزارة المياه بأن هناك 7 ملايين متر مكعب من المياه دخلت السدود حتى يوم الأربعاء، وبلغت نسبة تخزين السدود حوالي 23%. مديرية الأمن العام قالت بأنها تلقت 34 ألف بلاغ تعامل مع هذا المنخفض، في حين أن الملاحة البحرية قد تأثرت خلال هذا المنخفض الجوي، حيث توقفت الملاحة البحرية في ميناء العقبة يوم الاثنين بشكل مؤقت نتيجة الرياح وارتفاع الأمواج، وبلغ الحمل الكهربائي أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، إذ بلغ 3770 ميجا وات يوم الاثنين، ولم تتأثر الملاحة البحرية بشكل كامل خلال هذا المنخفض الجوي. كميات وفيرة جدا من الأمطار هطلت في المملكة خلال هذا المنخفض الجوي وما قبله من منخفض آخر كان يوم الجمعة في أسبوع كان خيرا جدا بحمد الله. المملكة بلغ أقصاها تقريبا في غربي العاصمة من حوالي 107 مليمترات في مجموع هذا الأسبوع من الأمطار، كانت في عجلون حوالي 88 مليمترا، في الصلت 78، وفي إربد 67، وفي جرش 58، في الزرقاء 30 مليمترا، في شرقي العاصمة عمان 62، في جنوب العاصمة عمان 80 مليمتر، وفي إربد حوالي 26 مليمتر، في الطفيلة 10 مليمترات، في جبال أشرة 2 مليمتر. لم تخطر الأمطار في منطقتي معان والعقبة والمناطق الشرقية، علما بأن هذه حسب شبكة محطات رصد طقس العرب ومعلومات لدينا بأن هناك المزيد من الكميات مثلا في جبال البلقاء هطلت بحسب مديريات الزراعة، وبالتالي هذا المنخفض الجوي أو هذا الأسبوع ساهم بشكل كبير في تحسن الموسم المطري بشكل لافت في المملكة. الآن القصة مختلفة، مرتفع جوي سيبيري متوقع أن يؤثر على المملكة. هذا المرتفع الجوي يدفع برياح جدا باردة باتجاه مناطق المملكة خلال ليالي هذا الأسبوع، والأجواء تكون مستقرة. مرتفع جوي أي أجواء مستقرة، لكن سيبيري رياح باردة جنوبية شرقية إلى شرقية تزيد جدا من الإحساس بالبرودة. الطقس سيكون في ساعات الليل شديد البرودة، بل ويتحول إلى قارس البرودة في جبال الشراء وبعض مناطق جنوب وشرق المملكة، مناطق البادية، بشكل يسمح بتشكل الصقيع في ساعات الليل في حتى مناطق شفا غورية
حتى ليلة السبت للجمعة، عفوا السبت على الأحد، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق، وحول الصفر أو أعلى بقليل في الأحياء والمدن الرئيسية، وبالتالي الصقيع قد يتشكل في أجزاء واسعة من المملكة وقد يمتد إلى مناطق شفا غورية، مع احتمالية امتداده إلى بعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة عند مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي يجب على الإخوة المزارعين الانتباه من تدني درجات الحرارة المتوقعة الله تعالى. فيما إذا نظرنا درجة حرارة هذه الليلة في العاصمة عمان فهي تنخفض إلى حدود تقريبا 3 درجات مئوية، ولكن كما تلاحظون الملموسة تقريبا حوالي 0 مئوي، درجات الحرارة باردة جدا، أجواء قارسة البرودة في ساعات الليل المتأخرة في بعض المناطق مع تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة كما ذكرنا، تطال أيضا بعض مناطق الشفا غورية والتي ربما تطال بعض من أجزاء المناطق الأغوار بشكل عام. الرياح تكون جنوبية شرقية هذه الليلة، قد تنشط قليلا، ونشاط هذه الرياح يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة. الطقس خلال الثلاث أيام القادمة يبقى مستقر، هذا المرتفع الجوي يعمل على استقرار الأجواء، فكما نلاحظ أجواء يومي الأحد والاثنين مشمسة، ويوم الثلاثاء يبقى مستقر لكن تظهر كميات كبيرة من السحب والغيوم، درجات الحرارة دون المعدلات 12 إلى 13 درجة مئوية في ساعات النهار وهي أقل من معدلاتها بقليل، ولكن في ساعاتها تكون 4 درجات مئوية ترتفع إلى 6 درجات يوم الثلاثاء، الأجواء حتى في ساعات الليل باردة إلى شديدة البرودة، وتكون قارصة البرودة في بعض المناطق مثل مناطق السهول الشرقية البادية وجبال الشرى. بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، لعل أهمها هو الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في ظل هذه الظروف، وخاصة في أجزاء واسعة من المملكة، ولكن خاصة في المناطق الزراعية من المملكة، ودائما ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.